مرحبا شباب، كيف اخباركم؟ اليوم جيتكم مقطع جديد. عطاني اليوم راح يكون واخيرا صار اللي بدي اياه واللي منتظره. مثل ما انتم شايفين الطيور كلها عن اخر فيديو انضبت بالغرفه، والغرفه تنظفت مثل ما انتم شايفين. جبنا اقفاص جداد، شايفين 8 اقفاص او هن 4 وبين اسمه بالنص. ومثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله كل الفلل هون، شايفين ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله، صلوا على النبي شباب. هاي ازواج فلل. هلا ما خلصنا 100%، بس سويت على قدر المستطاع اللي بقدر عليه. مثل ما شايفين ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الفحلات رهيب ما شاء الله. شوفوا طيرته. طبعا يا شباب الانافه كلها مخاليف. الفحولين في مخاليف وفي من السنة اللي راحت، بس الأنافة كلها مخاليف أول بطن تقريبا. يعني عم بحكي عن الفولة الأنا والها جرومو، بس الألبينو واللوتينو منتجات على ما أتوقع، بس مو عندي. بس ما شايفين هاد فحل الألبينو ما شاء الله، هذا هو وطيرته بالعش تحت بيض، فنقلته وما شاء الله حضنت. وهون نفس الشيء، شايفين كمان جوز جوا، كمان نقلتهم بعشهم، صح كبير وخارب منظر القفص، بس بس لازم مشان بس تفرح وغير له العش. هو مثل ما شايفين ما شاء الله كمان هذا الجوز، صلوا على النبي. كل الذكورة جاهزة بس الأنافة لسه. هدول كمان جوز، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، مستوى الفحل شيء بخوف. شوفوا الصلاة على النبي، مستوى على الأول. وطيرته جوا، الطيرة هاي جاهزة للتبيض. شفت عم يتزاوجوا لما كانوا فلت، بس صار لي تقريبا ساعة نقلهم على الاقفاص، لسه مستغربات وخايفات وما فاتوا على الحشوش. مثل ما انتم شايفين بعد شوي خلينا نشوف الطيرة بعد. وعندي شغلة غير انه الفحول كلها جاهزة والأنات يعني على جهوزية، في منهم جهزوا، عندي الذكورة كلياتها أقوى من الأنات بالوردات والتاج وهيك. شوفوا هاي الطيرة بورد تقريبا ونص، شايفين؟ بس كل الطيور أهاليها فلل وهي فلل، يعني عرفتوا شلون؟ يعني دم الفلل يعني توب توب، يعني ان شاء الله ما بيطلع لنا غير من كل 4 فراخ واحد شوي عادي والباقي توب. وفوق عنا اعلى طابق فوق مثل ما انتم شايفين، هون الطابق الاول عنا جوز الحساسين، هاي حاطط لهم عش خارجي وعش داخلي مثل ما انتم شايفين. كمان هلا نعلتهم، بس هدول ما حطيت لهم عاجل، لانه هدول اساسا جوز بيعرفوا بعض يعني متزوجين من هلا وكبار بالعمر عمره 2. حط له قرع ماكل ومشربيه، وراح نترككم ان شاء الله لحتى يبيضوا او يلفوا السله. وان شاء الله راح يصير نزل اكثر على القناه، وراح نزل كمان فيديوهات كثير عن بعض الطيور وفرخوا الطيور. هون عندنا جوز لوتينو مثل ما انتم شايفين، كمان ما شاء الله فحل كثير حلو والطيره حلوه. مثل ما انتم شايفين هذا الجوز الثاني شايفكم اياه. عندنا حاليا 8 ازواج اللي هي طيور حب غير العاديات مو النورمال. شوف هذا الذكر عم يحب حاله ما شاء الله. عندنا 10 اجواز فلل يعني كل شيء مع بعض للانتاج، 8 او 5 هني 5 ازواج فلل يعني فلل، وعندنا زوج اللوتينو مثل ما انتم شايفين، وعندنا زوج البينو هذا الذكر والانتاي جوا على البيض، وصاروا هيك 7 جواز. وجوز البلاك وينج مثل ما شايفين الجناح السود، كمان عندنا زوج ما شاء الله. واذا بتتذكروا بعضه عندنا بالمطير برا بالحديقه، ونقلت البيض لعند هذا الزوج اللي هن عاديات باندت على ذكر عادي. خلينا نطلع من العش. الله يا شباب اللي اصور ما عرفت اطلع، بس شايفين ما شاء الله الذكر والانتاي حنونات. انتوا شايفين الذكر على الفراخ البلاك وينج، ما راح نقومه. الصلاة على النبي ما شاء الله، قام الذكر تحت 3 فراخ. الصلاة على النبي ما شاء الله تحت 3 فراخ، اللي كانوا 5 بيضات 4 تخصبوا و3 فأسوا. مثل ما شايفين 3 فراخ فأسوا، لسه فأس جديد مع عمر 5 6 ايام بس عادي الحمد لله. المهم فأسوا اساسا عندنا بلاك وينج. وهذا الزوج الذكر هذا تعرفوه اكيد من القناه، فر طالع عندنا فراخ كثير ولسه فراخ فيه عندي من فاخه.
وعندنا هاي الانتاي بسم الله ما شاء الله مثل ما انتم شايفين حاطني كمان على بيضتين او ثلاثه. فاللي راح يصير ان هدول الزوجين العاديات هدول هذا الذكر وهدول الجوز راح احط خليهم للتحضين لحضن تحتهم فلل وبلاك وينج وهيك شغلات البينو ولوتينو. فهمتوا علي يا شباب؟ يعني هاي الطيره تبع هذا الفلل طيره اقوى من الفحل بالمناسبه يعني بالوردات وهيك. فالطيره بعض الثالث بيضه وهاي الطيره هون بعض الثالث بيضه بعضه مع بعض مالت عرفت شلون؟ فبكره مثل ما انتم شايفين الطيره فبكره راح بس يخلصوا التنتين وضع البيض راح احضن بيض الفلل هدول عند هاي الطيره وراح اشيل العش احط لهم عش غير اخلي كل العش مش مثل هذا العش مثل ما انتم شايفين ظابط وتدين اكل هو راح يكون كمان اكل وصيت على مشارب ما عندي هلا للاسف ما توفر فراح يكون اكل باكل وتدين وعش طبعا بقدم لهم خضره وفواكه وهيك شغلات والكنارات راح ينزل فيديو عن الكناري اللي عندي ما راح برفض الدنيا بالفيديو الفيديو الجاي راح يكون عن الكناري وبس يا شباب هكا كان الفيديو اتمنى يكون عجبكم حبيت اصدقكم ايش سوينا هون هذا لقط اول واحد من فوق فيه جوز حساسيه هون حط فيه جوز الفلل وزرع هون فيه الالبينو هون فيه كمان جوز فلل وهون كمان جوز فلل وهون جوز اللوتينو وهون كمان فلل ما شاء الله تبارك الله فمثل ما شفتوا يا شباب هذا كل الفيديو لليوم اتمنى يكون عجبكم ويكون عجبكم الطيور الجديده للي ما شاف فيديوهات قبل مثل ما حكيت لكم اللي بحب يشوف الكناري يشوف الفيديو الجاي راح احكي كل شيء عن الكناري اللي عندي وراح انتج ان شاء الله بالموسم الجاي وبس يا شباب اتمنى يكون الفيديو عجبكم حطوا لايك واشتراك تفعيل جرس التنبيهات وبس يعطيكم العافيه مع السلامه.